اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا ستات دوت كوم. النهارده موضوع حلقتنا مهم جدا، هنتكلم عن العادات السيئه للتغذيه والخاطئه اللي موجوده في حياتنا، وكمان هنتكلم عن ازاي نقوي جهاز المناعي عند مرضى فيروس كورونا المتفشي، وكمان هنتكلم ازاي ان احنا نقوي جهاز المناعي برضو عند الناس المتعافين من فيروس كورونا. كل ده هنعرفه مع ضيفتنا المنورانا في الاستوديو، دكتوره ناديه الفخراني، اخصائي التغذيه العلاجيه، ماجستير التغذيه جامعه المنوفيه، باحثه الدكتوراه التغذيه جامعه المنوفيه، عضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه العلاجيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورانا في قناه الصحه والجمال. احنا طبعا موضوعنا يعني موجود في حياتنا عموما، اللي هو التغذيه الخاطئه، ودي موجوده في كل بيت من البيوت المصريه. احنا عايزين نتكلم عن التغذيه الخاطئه في الأسرة المصرية. عموما الأسرة المصرية عموما يعني التغذية بقت جزء مهم جدا عشان نحافظ على صحة الأسرة. بالظبط. لكن للأسف في الفترة الأخيرة وعشان اتغير النمط الغذائي بتاعنا، وبقى يعني أكتر الناس بقت أكلها اللي هو يعني بنميل شوية لنمط الغذاء الغربي. بالزبط. اللي هو بيبقى فيه فاست فود وسكريات ومعجنات ومخبوزات وحاجات من دي. فدي الحاجات دي كلها طبعا يعني بعدنا كتير عن الخضار وعن الفاكهه وعن أكيد. الاكل الصحي أكيد. والاكل اللي هو عموما الطازه او الحاجات اللي هي مش مصنعه. بالظبط. فده كله ادى بدور ان هو عمل لنا حاجه اسمها سوء تغذيه. وناس كتير بتخلط او شايفه ان سوء التغذيه ده هو مرض، اللي هو مثلا الشخص اللي مش بياكل بس او كده، لكن هو اصلا يعني مجموعه امراض كتير قوي مع بعض، منها الهزال، منها التقزم، منها نقص الوزن، وبرده السمنه بتعتبر سوء تغذيه. شخص ان هو بياخد ازيد من المدخول او ازيد من الحاجات او الاحتياجات الغذائيه بتاعته فهو ده طبعا بيعتبر برضو سوء تغذيه، لانها اصلا السمنه بدورها يعني هي عباره عن 90 مرض في بعض اصلا، يعني هي ولها ومضاعفاتها واخطارها كتير، وبتؤدي لامراض تانية كتير كمان زي الامراض المزمنه. بس خلينا الاول نقول ايه هو اصلا سوء التغذيه. سوء التغذيه هو ان الشخص مش بياخد او بنسميه نقص او حتى زياده او عدم التوازن في ان انا اخد المغذيات بتاعتي او العناصر الغذائيه اللي انا جسمي محتاجها. يعني مثلا لو حتى الشخص بياخد بكميات كبيره مثلا، فده برده هيعمل لي برده خلل او هيعمل لي عدم توازن، زي الناس اللي هي بتاكل مثلا لحوم كتير او يعني البروتين كتير في نمط الاكل بتاعهم. ده برضو غلط. لان مثلا يعني زياده البروتين ده انا كده يعني بحمل او بعمل تحميل زياده على الكبد والكلى، وده بيعمل لي امراض كتير جدا، بيعمل لي خلل في الكلى، بيعمل لي خلل في اداء الكبد. أكيد. بيعمل لي حاجه منتشره جدا ومعروفه زي مرض النقرس. زي كمان انتشرت الفتره اللي فاتت سرطان القولون وسرطانات الجهاز الهضمي عموما. كل ده دي كلها مشاكل ناتجه عن او عدم توازن في الاكل بتاعنا. وكمان بيأثر على الكبد يا دكتور. طبعا الكبد هو يعني الكبد والمناعه هم المسؤولين عن صحه الجسم. صح. لو يعني من غيرهم لو حصل خلل فيهم خلاص بيحصل خلل في كل حاجه في صحه الانسان. يعني التغذيه الخاطئه ان احنا بناكل كميات غلط في كل حاجه. هي مش بس ان انا باخد نقص او عندي نقص في العناصر، او ان انا مثلا ايه باكل بكميه اقل، او مش باخد الاحتياجات بتاعتي كلها، لا هي كمان برضو الزياده بتعمل كده، يعني بتعمل سوء تغذيه. الزياده بتضر والنقص بيضر، الاثنين بالظبط يعني. بالظبط. طبعا من الامراض بتاع سوء التغذيه واللي منتشره كتير جدا في الاطفال، هنلاقي مثلا الهزال والتقزم، وطبعا نقص الوزن دي منتشره جدا. الهزال ان شخص يكون جسمه يعني جسمه بالنسبه لطوله هو مش ما فيش فيه توازن، او التقزم ان طبعا القصر القامه بتاع الطفل مثلا بالنسبه لعمره برضو فيها خلل او مش متناسبه. يعني هم بينتسبوا للاقزام. إيه لا هو التقزم اللي هو الاقزام بس هي دي حاجه بقت منتشره في الاطفال، التقزم اللي هو يبقى الطفل قصير يعني مش طويل، مش ماشي مع سنه، او ان هو طويل قوي بس جسمه يعني رفيع قوي فمش متناسب مع طوله. إيه وان هو يكون قصير بس مش متناسب مع عمره، يبقى هو مثلا عنده 10 سنين بس هو طوله زي طفل عنده 5 سنين مثلا. تمام. دي حاجه. برضو نقص الوزن بالنسبه للعمر دي برضو خلل كبير جدا، دي من ضمن امراض سوء التغذيه. امراض سوء التغذيه عموما كتير جدا، كتير يعني مهما نقعد نعدها هي كتير جدا. طب كل واحد طبعا حسب الخلل اللي بيحصل في جسمه. في حاجه تانية من ضمن سوء التغذيه اللي هو نقص الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي جسمي محتاجها، ودي طبعا هنتكلم بها يعني نتكلم فيها باستفاضه لما ننقل الجزئيه بتاعه كورونا. طيب احنا الاول بس هناخد اتصال ونرجع نكمل حديثنا مع بعض. استاذه نور هان، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال حضرتك؟
اتفضلي دكتوره ناديه معاكي، اتفضلي شوفي عايز تسالي ايه. انا متجوزه وبنتي عندها سنه. بنتك عندها سنه؟ 8 شهور. 8 شهور؟ سنه و8 شهور ولا 8 شهور؟ 8 شهور. 8 شهور، اتفضلي. طب انا عاوزه اعمل لها اي حاجه اللي هي تتغذى، كانت ما بتاكلش حاجه خالص غير زبادي. ما تاكلش اي حاجه خالص غير زبادي؟ اه. طب وزنها قد ايه؟ وزنها 8 كيلو. 8 كيلو. تمام. طيب هي بترضع ولا حضرتك لسه بترضعي صح؟ رضاعة طبيعي. برضع. رضاعة طبيعي ولا صناعي؟ لا طبيعي. طبيعي. طيب الرضاعة دي بتكفيها بتديها يعني الرضاعة؟ طب اساليها يا دكتور. الرضاعة دي اللي حضرتك انت شايفة ان هي مثلا بتديها احتياجاتها او يعني اللبن نفسه كثيف ولا خفيف؟ لا خفيف. تمام. تمام. طيب الدكتور هترد عليكي حالا يا استاذه نورهان، شكرا على اتصالك. تمام. هي في الحاله دي الام هيبقى عليها عامل اكبر من البنت، ان لازم هي نفسها لازم تركز على غذائها هي كويس. لانه طبعا هو هينعكس على صحه البنت. بياخد من الام طالما بيبقى فيه رضاعه طبيعيه ان هو بياخد منها. بالظبط. فالام الاول هي لازم تهتم باكل الخضار وشرب اللبن. هتشرب مثلا حاجات اللي هي بتساعد على زياده اللبن او بتزود كثافته زي الشمر. الاعشاب اللي هي بتساعد على الحاجات دي. هتهتم جدا بالحديد في اكلها، تهتم بالكالسيوم، ده لازم. الحاجات دي اساسي في ان احنا بنأسس الاطفال. انا بأسس يعني طفل او يعني لازم بعمل له جسم قوي، فانا لازم هي كمان دي باكلها كويس جدا. فهي هتركز جدا في ان هي تركز على الحاجات اللي هي، بصي هو في بعض حاجات كده او معتقدات خطا برضو في موضوع الرضاعه، يعني هقولها بسرعه. طبعا. يعني ناس كتير بتاكل ليها السكريات اكتر، اعتقاد منها ان هي مثلا بتزود اللبن وكده، لكن ده غلط. بنلاقي الام المرضع وزنها كبير جدا ولبنها خفيف جدا ومش بيغذي الطفل، هو يعني تخن على الفاضي للاسف. فاحنا عايزين ان احنا يا دكتور فعلا في ناس بتكتر في السكريات. بالظبط. هي معتقده ان اللبن محتاج منها عشان يزيد انها تركز على الالبان، على منتجات الالبان عموما عشان الكالسيوم. هتركز على الخضروات دي تاني حاجه لازم. هتركز انها مثلا هتشرب اللي هو مشروب الشمر ده، هو طبعا هو طعمه حلو. بيزود اللبن ولا بيزود صحه الولد؟ بيزود كثافه اللبن، بيزود المغذيات في اللبن. تمام. فهي هتركز هي في الفتره دي يعني في مع نفسها بقى في الجزء التغذيه ده بالنسبه لها هي. ده بالنسبه لها هي. بالنسبه للطفل بقى، هي قالت ان عندها 8 شهور، فهي تقدر مثلا تعمل لها حاجات يعني تاخد مثلا زبادي. ممكن تجيب مثلا فواكه زي التفاح. تمام. هي هتجيب مثلا بعض الخضروات، سوري، بعض الفواكه اللي هي ممكن تعملها، تسلقها، تعملها زي حاجه نسميها كومبوت، بتسلقها وتهرسها كده وتديها لها. دي حاجه. مثلا صفار البيض كويس جدا، هو اصلا بعد 6 شهور لازم الاطفال بنعوضهم بصفار البيض، يبتدوا ياكلوا يعني. في ناس بتاكل، لان بعد هو المفروض ان احنا في اثناء فتره الرضاعه، في اثناء فتره الحمل، اثناء فتره الحمل والطفل جنين، هو بياخد مخزون حديد من الام يكفيه لمده 6 شهور بعد الولاده. تمام. فبعد الست شهور ده خلاص بينقص، خلاص بينقص الحديد. لازم انا ادخل له بقى ايه؟ فلازم ادخله بالظبط حديد تاني. فهو صفار البيض هيبقى اسهل حاجه، عشان الاطفال طبعا في الفتره دي مش يعني ما ينفعش مثلا اديله كبده، ما ينفعش اديله لحوم. صح. فلازم اديله الحاجه اللي هي تناسب الفتره اللي هو فيها. تمام. طب هناخد اتصال دكتور ونرجع نكمل كلامنا تاني. استاذه نورة، الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محتاجه اكلم الدكتوره بعد اذنك. اتفضلي الدكتور معاكي. لو سمحت يا دكتوره، انا متجوزه وابني عنده 8 شهور او 9 شهور، وانا عماله اخس وعندي الانيميا بايظه خالص. اخد ايه ولا اعمل ايه؟ عايزه حاجه ترفع الانيميا معايا. طب انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال، وحضرتك وزنك قد ايه؟ انا وزني 54 وطولي 163. 163. طيب انت عملتي تحليل انيميا؟ تحليل هو الهيموجلوبين؟ عندي انيميا، عندي 9 الانيميا. 9؟ تمام. تمام. طيب الدكتور هترد عليكي يا استاذه نوره حالا، شكرا على اتصالك. طيب بالنسبه للانيميا، هي طبعا بتقول هي ام وعندها ابن عنده 8 شهور واكيد طبعا بترضع، فهي نفس المشكله بتاع الاتصال اللي قبلها عند الطفل كمان. بس هي كمان زياده، هي عندها انيميا.
فهي برضو هتلازم هي طبعا هتلجا لطبيبه هيكتب لها طبعا مكملات ان هي ترفع شويه نسبه الهيموجلوبين او نسبه الحديد. بتبقى ادويه دكتور ولكن الادويه الوحيده مش يعني لازم مش انا هي عامل مساعد. لازم ان هي بالزبط. تاكل كويس لازم الحاجات اللي تهتم بتزود الحديد في الجسم. بالظبط هتهتم طبعا باللحوم الحمراء الكبده، هتهتم كمان ان هي تاخد الخضروات الورقيه الداكنه عشان هي غنيه جدا بالحديد. السبانخ بالظبط البقوليات البقوليات تمام البتنجان الرومي ده فيه طيب انا خلينا نفاجئك بس ان البتنجان هو يعني هي ناس كتير معتقده ان البتنجان أيوة والعسل الاسود ايوه لا هم على فكره يعني لا النسبه فيهم قليله جدا 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 بس يعني بيضيفوا يعني بيعملوا حاجه ماشي هو لو انا هاخدهم لا ما ينفعش انا اعتمد عليهم اساس كاساس بالظبط لازم لا ماشي لو حاجات مساعده ما فيش مشكله يعني برضه لازم تهتم بالاكل اللي فيه فيتامين سي الخاص ما انا هقول لك لازم تهتم بالاكل اللي فيه فيتامين سي لان فيتامين سي هو معروف ان هو بيساعد على امتصاص الحديد مش الاسم اللي انا باكل عماله باكل كبده في ناس تقول انا باكل كبده كتير بس الانيميا برضه لا لازم اكل كبده يعني لا هو انا لازم اخد الحاجات اللي تساعد ان جسمي يستفيد منه يعني مش ان انا ابقى اكلته خلاص لا ولازم كمان اهتم بالحاجات اللي بتمنع امتصاصه يعني مثلا عندنا حاجات اللي بنسميها اللي هي الفايتوكيميكال زي اللي هي الالياف والرده والحاجات دي دي بتمنع لي اصلا امتصاص الحديد وكمان ان انا لازم يعني لو هي بتاخد مكملات كالسيوم يعني او بتاخد اكل فيه كالسيوم الرده دي بتمنع اصلا وصول الفايتامين شكرا ما فيش اي حاجه يعني كده هو ما استفادش باي حاجه بالظبط برده كمان ان انا لازم الحاجات اللي هي ما ينفعش اخد مكملات فيها كالسيوم مع حديد او اكل اكل فيه كالسيوم مع حديد هما بيتعارضوا مع بعض برده هيمنعوا امتصاص بعض يعني انا مش هستفيد ولا من ده ولا من ده بالظبط فدي برده نقطه لازم نركز عليها مش الاسم ان انا باخد حاجات يعني فيها حديد بس طب التركيز على ايه يا دكتور في حاله الانيميا دي هي طبعا هتركز على احنا كنا فاهمين معلومات خطا كلها فاحنا عايزين نصححها برده للناس هي هتركز زي ما انا قلت على اللحوم الكبده الخضروات الورقيه بس الكبده بقى ما تاكلهاش برده لان الرده هتمنع برده تعصر عليها ليمون تمام كده عشان ابقى انا استفدت يعني هي تشوحها كده على النار وتعصر عليها ليمونه وتاكلها بالظبط لكن مش تاكلها نيه لكن لا طبعا كمان هي هتشرب مشروب كده البنجر هو معروف ان هو يعني بيرفع نسبه الانيميا جدا وكمان الفواكه المجففه معروف ان هو بترفع نسبه يعني ممكن تاكل البنجر ولا تشربه هو طبعا ممكن ناكله في السلطه تمام وممكن نشربه عن طريق ان احنا نعمله مع عصير فراوله برتقان في الخلاط ونضيف له عسل او فانيليا لان في ناس كتير مش بتحب طعمه فاحنا كمان نحسن يعني الطعم في ناس كمان تحب تاكله لكن ما تشربهوش طبعا بالظبط يعني ما تقدرش تتقبل طعمه بالظبط فانا ممكن اضيف له فراوله عصير برتقان اضيف له فانيليا حاجات كتير هو الاول هي تسلقه وهتسيبه يبرد بعد كده بالميه بتاعته كده هنحطه في الخلاط على فراوله على برتقان ممكن اضيف فانيليا ممكن اضيف اي حاجه اي عسل حاجه ابيض تحلي طعمه شويه بالظبط وده هشربه مثلا يعني كل يوم كوبايه او من كوبايه لثلاثه مثلا هو حلو جدا هيظبط لها نسبه الهيموجلوبين جدا احنا برده يا دكتور يعني هنتكلم في النقطه دي بس بعد ما ناخد الاتصال بس يعني هي ممكن بتصلح حاجه وهتبوظ حاجه ثانيه هي ممكن السكر يعلى او حاجه او كده لا ما هو انا مش هضيف بقى سكريات كتير انا يعني هتحكم في كميه السكر عند النقطه دي بس وناخد لا هنتحكم في كميه السكر المضاف رجع نكمل استاذه ابتسام الو 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 معلش استاذه ابتسام استاذنك بس توطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون الو ازي حضرتك الحمد لله تمام ممكن اكلم الدكتور اتفضلي انا عندي بنتي 7 سنين يعني ما بتاكلش كويس يعني اعتمادها كله على الشيبسي والحاجات السوبر ماركت كده يعني مش تاكل يعني ولا لبن ولا عايز يعني الدكتور ده حاجه يعني اقدر اساعدها بيها يعني تمام هي بتاكل حاجات كتير من بره تمام هجاوبك تمام اتفضلي في اي سؤال تاني يا استاذه ابتسام لا شكرا طب اشكرك جدا الدكتور هترد عليكي حالا شكرا على اتصالك تمام بالنسبه للاطفال طبعا يعني الشيبسي اللي هي هنقول بقى اللي هي المكرونه سريعه التحضير مش عايزين نقول يعني اسماء عشان اعلانات وكده الحاجات دي كلها المواد المحفوظه ماشي المواد الحافظه واللي أيوة. بس اكتر حاجتين الشيبسي والمكرونه اللي هي سريعه التحضير دي هو الشعريه سريعه التحضير مش عايزين نقول بقى مش عايزين ما احنا قلنا كده خلاص بس مش مشكله اللي اكتر حاجتين وكمان معاهم مرقه الدجاج بالنسبه للستات اللي هي بتضيفها كتير في الاكل وكده الثلاثه دول داخل فيهم مكون اسمه مونو جلوتامات صوديوم وده طبعا يعني حدث ولا حرج يعني معظم الابحاث دلوقتي بقت عليه
لان هو ده نوع من الألواز اسمه الملح الصيني، الاسم التجاري بتاعه الملح الصيني. الملح الصيني ده احنا هما بيضيفوه عشان بس يحسن النكهه والطعم، بس هو له تاثير كبير جدا على المخ وعلى بيأثر برضه. بالظبط، هنلاقي الفتره اللي فاتت يعني زادت كتير في الاطفال اللي هي فرط الحركه ونقص الانتباه والحاجات اللي هي المشاكل بتاع صعوبات التعلم والحاجات دي كلها، وده بالزبط. يعني ملح مونو جلوتاميت الصوديوم كان ليه دور كبير في الموضوع ده. هو بيزود قوي الحاجات دي عندهم، فعشان كده احنا نحاول على قد ما نقدر نبعد عن الحاجات دي ونبعد اطفالنا عنها تماما، ونستبدلها لهم بقى ان احنا ايه بالعصائر الطبيعيه يعني والمرقة. العصير اللي هو بيبقى من بره المعلب والحاجات دي، نحاول نبعد اكبر قدر من الامكان عن اي حاجه معلبه او مصنعه. تمام. طيب دكتور هنقف عند النقطه دي. انا بس جالي سؤال على الفيسبوك ان في حد كان عنده جلطه وشرب عصير، عنده 80 سنه وعنده جلطه وشرب عصير برتقان وجات له جلطه تاني. يعني احنا هناخد اتصال وهقول لك الموضوع بالظبط بس بعد الاتصال. ام محمد الو. الو ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ اتفضلي طبعا الدكتور معاكي. بقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي، انا عندي ابني عنده ابني يعني حفيدي عنده 10 شهور. 10 شهور فياكل ايه؟ وبعدين هو سنن يعني طلع سنان، بس ايه لما بتيجي توقفي كده يعني مش بقى ما ايه يعني مش بوقف منصوب كده، بيبقى رجليه مرخرخه شويه. تمام. ولسه يعني ولا بيحكي ولا اي حاجه، هو اسنان بس. يعني هو عنده مشاكل في الاسنان عشان الكالسيوم او يتغذى او كده. هو عنده مشاكل في الاسنان وعنده مشاكل في المشي او اللي هو يقف او كده في العظم يعني. نعم. هو عنده مشاكل في ايه يا ام محمد؟ بقول لحضرتك هو يتغذى ازاي يعني؟ هو عنده 10 شهور. تمام. وطلع اسنان بس من تحت. تمام. وفي لما تيجي توقفيه كده هو يعني العيل مثلا مش واقف ما عندوش قدره ان هو يقف يعني. لا بيقف بس بيبقى مرخرخ شويه. تمام. عظمه ضعيف يعني. فاحنا عايزين مثلا ياكل ايه؟ يعني هو في مشكله في العظم والسنان طلعت الفك اللي تحت، الفك اللي فوق السنان ما طلعتش فيه، صح كده؟ لا لسه. هو عنده قد ايه معلش تاني يا ام محمد؟ 10 شهور. 10 شهور، طيب حالا هنرد عليك حالا يا ام محمد. شكرا على اتصالك. ده دكتور تقريبا نقص كالسيوم؟ طبعا نقص كالسيوم ما عندوش القدره ان هو يقف وعنده مشكله في السنان الفك اللي تحت. هو مهم جدا ان الاطفال بعد الولاده او بعد فتره من الولاده هم بيهتموا ان هم ياخدوا مكملات فيتامين دي. ايه فيتامين دي؟ لان هو اصلا بقى يعني معظم الناس او معظم الشعب المصري بقى عنده نقص فيتامين د. تمام. هي تهتم طبعا في بالنسبه للاكل، هتهتم بالمصادر الغذائيه للكالسيوم وفيتامين د مع بعض. المصادر الغذائيه للكالسيوم طبعا احنا كلنا عارفينها، اللبن والزبادي، وهي بس في النباتات يعني في مصدر الكالسيوم في النبات زي مثلا السمسم. هتركز على مثلا على المكسرات، بس هو طبعا لسه طفل 10 شهور ففي حاجات، ما انا بتكلم بشكل عام، في حاجات تعوض السمسم والمكسرات دي اكيد بياكلوها الاطفال. هو السمسم ممكن تضيفه له مثلا على العسل الاسود، بس هو لسه صغير على الموضوع ده يعني. فممكن هتهتم بس باكل البيض، طبعا البيض فيه فيتامين د وفيه كالسيوم. هتهتم ان هي تاخد تديله منتجات كتير في الالبان زي الزبادي، اللبن طبعا. تهتم مثلا ان هي تديله طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو الاتصال اللي قبلها، اللي هي الفواكه اللي هي بتعملها بتسلقها وتديها له مثلا يعني مهروسه الحاجات دي. في الخلاط وتديها له بالظبط. فاكهه معينه؟ التفاح اكتر حاجه الاطفال يعني تبقى كويسه مناسبه في الفتره دي. الموز بس مش محتاجين نكتر. التفاح من غير عسل؟ الاطفال عموما في الفتره دي بلاش ان انا اديهم سكريات وعسل وحاجات، هما لسه يعني في الفتره دي مش عايزين ان احنا نعودهم على السكر الكتير وكده. تمام. طب هل هي تلجأ لدكتور عشان يديها حاجات؟ هو لو يعني لو الحاله فعلا يعني الاسنان اللي فوق لسه ما طلعتش، ما دي لسه ما طلعتش، هي كده تلجأ لدكتور عظام طبعا او دكتور اطفال. هو بقى هيديله مثلا حاجات مكملات لو في الحاجه دي يحتاج حاجات على حديد علشان يقدر بالزبط. ان هو يقف ويكمل بقيه الحاجات، هيحتاج هو طبعا مكملات وكده ان هو تساعده يعني. طيب عشان ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا. ام محمود الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي ممكن اتواصل مع الدكتوره ناديه؟ اتفضلي دكتوره ناديه معاكي، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بعد اذنك انا بالنسبه للسمنه كنت في رمضان بطني كانت بتكبر، تمام؟
بعد ما بطلت صيام يعني بطني رجعت تاني، كل ما بصوم بطني بتكبر يعني، فمش عارفه انا عايزه حاجه اثبت بطني عليها عشان التخسيس بس مش اكتر. طيب هو حضرتك اصلا ماشي على دايت ولا يعني؟ انا مش فاهمه السؤال يعني، ايه مش بتصوم ماشي على بطنها دايت تكبر؟ بس انا عايزه حضرتك تثبتيني على حاجه افضل ماشي عليها. طب تمام. يعني انت عايزه الدكتور تقول لك على حاجه تمشي عليها عشان تنزل بطنك. ايوه تمام. يا ريت على اذنك. حاضر حالا هترد عليك الدكتور. شكرا على اتصالك يا ام محمود. هو بالنسبه للحالات اللي هي بتخسس او كده يعني، هو عموما يعني في ناس كتير فاهمه ان انا يعني ممكن اخس من غير ما اعمل دايت، فدي مشكله جامده يعني. ولا رياضه. هو لازم الاول نفهم هي السمنه اصلا حصلت ليه. السمنه حصلت عشان انا باكل، باخد المأخوذ اللي داخل جوه جسمي سعرات كتير جدا في نفس الوقت اللي انا اصلا ما بطلع الطاقه دي، ما فيش طاقه بتطلع يعني، انا قاعد في مكاني ما بتحركش كتير، مفيش يعني انا الطاقه اللي داخله اكتر من المستهلكه. فانا لازم اعمل توازن ما بينهم، ان انا حتى لو انا باكل اكل صحي ما ينفعش باخد باكل مثلا وباخد كميه فيها سعرات كتير وانا قاعد مش بتحرك، هتحصل طبعا سمنه. في حته ان احنا بقى ايه اللي هو عايزين نخس من غير ما نعمل دايت دي، يعني عايزين بقى الناس بقى تنساها لا يعني طبعاً شويه، دي مش لازم لازم يعني ان احنا نمشي على خالص. نظام أيوة لا. صحي يعني لازم نظام غذائي ومش ولازم عايزين رياضه نمشي على كمان. اللي هو نظام اللي هو يعني الناس للاسف يا يعني هو عايز يخس من غير ما يحس فعلا، اللي هو من غير بقى ما يعمل دايت وكده، وان هو بقى ايه مثلا يعمل اللي هو عايز ريجيم يخس وقاعد قاسي بقى مكانه، لو مفيش وسط يعني، هو يخس وقاعد مكانه يا دكتور بالظبط يعني مش عايز يتحرك. يا اما بقى اللي هو مقرر يعمل ريجيم بقى ودايت وكده، يعمل بقى اللي هو حاجات قاسيه بقى ويمنع الاكل بقى، لا احنا مش عايزين كده. لا ما هو منع الاكل احنا عايزين حاجه تبقى يعني مستمره. يعني بتخطئ ان هي لما بتعمل دايت قاسي جدا، ما هي دي بيجي لها انيميا والضغط والضغط بيوطى وبيحصل لها يعني مضاعفات. امراض تانية، مضاعفات تانية نتيجه ان هي عملت دايت خاطئ اصلا. تمام. يعني لازم ان هي بتعمل يعني ما لازم ان هي بتعمل صوره دم مثلا، شويه تحاليل وشويه فحوصات قبل ما بالزبط. تقرر ان هي تعمل دايت بالزبط. وبعدين تروح لدكتور مباشر هو اللي يوجهها. النقطه اللي بعد كده اللي هو حضرتك قررت تعمل دايت، يبقى انا المفروض فعلا اعمل زي ما حضرتك قلت، تعمل تحاليل وفحوصات اشوف ان بالزبط. انا فعلا عندي نقص في حاجات معينه، عندي انيميا، عندي نقص كالسيوم، في مشاكل في الـ في الـ في الكوليسترول، في مشاكل في الضغط، وابدا المفروض ان انا بروح لاخصائي تغذيه هو المفروض بيتعامل مع المشاكل دي كلها. صح. يعني هو مش المفروض ان هو بيعمل لي نظام ان انا اخس وخلاص، اخس وخلاص دي بقى ممكن حاجات كتير، وللاسف في الوقت احنا بقينا في فتره يعني منتشر فيها حاجات كتير على النت وادويه طبعاً. وحاجات كتير جدا للاسف الناس مش فاهمه النقطه دي قد ايه ودي بتخسس بالظبط. لا يعني لازم نفهم ان مش الحاجات دي اللي هتخسسنا، الحاجات دي اسمها عوامل مساعده، وللاسف للاسف بقى في حاجات كتير فيها مضره طبعا، والناس مش بتدرك الكلام ده الا بعد سنين. عايز اقول لك على حاجه، في شخص يعني جسم شخص بيختلف عن جسم الشخص التاني بالظبط. يعني ما يجيش مثلا واحده صاحبتي عامله دايت فقالت لي بصي ده انا خسيت عشان خدي دي عشان تخسي، فيعني انا شايفه ان الموضوع ده اكبر غلط. المفروض الصح ان احنا يعني في دكتور وفي متخصص لازم ان انا اتجه ليه وهو يقول لي اعمل ايه، لكن مش ان انا اقول صح. لا انا عايزه اخس، طب انت خدتي مش عارف ايه، طب خلاص انا هاخد دي، لا ما في اختلاف. ممكن اللي يفيدك ما يفيدش غيرك. بالظبط. في اختلاف في الهرمونات، في اختلاف في الجسم واستجابه الجسم طبعا. بلاقي ناس كتير تقول لي ده فلانه خدت كذا، طب انا اشمعنى؟ لا هو كل واحد فينا له احتياجات، له يعني حسب طبعا طوله وزنه والبي ام اي بتاعته اللي هو مؤشر كتله جسمه بالزبط. حسب حاجات كتير قوي لازم اخصائي التغذيه. انا بقعد معاه بيفصل لي كده يعني، هي فعلا بيفصل لي حاجه على مقاسي اللي هي نظام غذائي على مقاسي بالزبط. على قد بالظبط اللي بيناسب الشخص بالظبط. يعني مثلا لو حد عنده مثلا يعني في ناس بيجي لي مثلا عندها انيميا الفول مثلا وعايز يخس، انا ما ينفعش ادخله في النظام بتاعه الفول، ما هو هيعمل له مشاكل بالظبط. تمام. ما هو اوريدي عندي عنده انيميا بالزبط. منها بالظبط. عنده مثلا مشاكل في حاجات تانية ما ينفعش ان انا اديله مثلا كذا. في ناس بيبقى عندها حساسيه من اللاكتوز، اللاكتوز ده اللي هو هرمون اللبن، سوري سكر اللبن، فلازم ان انا بخلي بالي انا ما ادوش مثلا حليب في النظام بتاعه، فدي كلها حاجات بتفرق. تمام. اللي انا عايزه اتكلم فيه ان انا قبل ما اعمل دايت انا لازم امشي، او اللي انا عشان اعمل دايت لازم امشي صح. امشي صح ازاي؟ هقول بس حاجة عامة كده للناس عموما. الطبق بتاعي اللي أنا باكل فيه ده مهم جدا، اهتم بشكله واهتم بتوازن الوجبة فيه، مكوناته بالظبط. مكوناته يا دكتور يعني في نسب كده لازم هقولها لكم، يعني هتسهل علينا كتير قوي. أنا مثلا هجيب الطبق بتاعي هقسمه بمجرد النظر أربع أرباع. أنا آسفة إن أنا هقطع كلامك بس اتفضل. هناخد اتصال ونرجع نكمل الكلام. أستاذة شيماء. ألو. ألو. عليكم السلام. لو سمحتي ممكن أكلم الدكتورة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي الدكتورة معاكي. لو سمحت انا عملت 3 مرات حقن مجهري فزود جسمي الجميل،
الست يجي 15 كيلو 17 كيلو في العمليات بتاعت الحقن المجاري. وكل ما اجي اعمل بيض ما بعرفش استمر. عايزه حاجه تخسر، عايزه حاجه تخسر. معلش استاذه شيماء بعد اذنك، كل لما تعملي ايه ما يستمرش؟ كل ما بعمل دايت بعرف فيها. كل ما بتعملي دايت ما بتكمليش. اه تمام. بس انا عملت حقن مجهري ثلاث مرات. عملت حقن مجهري ايه؟ ثلاث مرات. اوكي تمام. فجسمي زاد جدا. فجسمي زاد 18 كيلو. تمام. مش عارفه اخس. ممكن عايزه اي حاجه تساعدني ان انا انزل عشان جسمي كله واجعني. تمام. انت طولك قد ايه يا استاذه شيماء؟ تقريبا 155. 155 ووزنك دلوقتي كام مع الزياده ل 18 كيلو؟ دلوقتي 90. 90. 90 وهي طولها 155. اه 155. طيب الدكتور هترد عليكي حالا يا استاذه شيماء. شكرا على اتصالك. اتفضلي يا دكتور. هي طولها 155 وزنها 90 مع زياده 18 كيلو عن وزنها الطبيعي. وعملت ثلاث مرات حقن مجهري. تمام. هو انا خلينا بس اتكلم عن النقطه اللي هي عشان هي مرتبطه بده برده. الطبق بتاعنا اللي انا بتكلم عليه هو الطبق الصحي. نرجع للطبق بتاعنا قبل ما نرد على شيماء. هي مرتبطه برده باللي انا هجاوبها برده خلال النقطه دي. المفروض ان انا توازن الوجبه بيكون ازاي جوه الطبق؟ انا بقسم الطبق بتاعي اربع ارباع. تمام. ربع بحط فيه النشويات بتاعتي اللي هي النسبه بتاعتها، اللي هو الرز او المكرونه او ايا كان. الربع الثاني بحط فيه البروتين اللي هو اللحمه، الفراخ، السمك، البيض، التونه كده. نص الطبق عباره عن خضار، سلطه، سلطه او خضار سوتيه، او خضار مطبوخ او خضار سوتيه، اي خضار. يبقى انا عندي نص الوجبه بتاعتي هي عباره عن خضار، لكن الربعين التانيين هو ربع نشويات وربع بروتين. هو ده التوازن بتاع الوجبه. لو انا مشيت على النظام ده يعني هيحصل توازن. لو انا مثلا بخس الدنيا تتظبط، لو انا مثلا عايزه ازيد برضو الدنيا تتظبط. لو طبعا عندي انيميا، مع طبعا ان احنا يعني الفرق ايه، ان احنا بس ايه اصناف الاكل اللي هتدخل بس وخلاص. تمام. يعني نص الطبق خضار، دي قاعده عامه لازم كلنا نمشي عليها. يعني الصح نص الطبق خضار، ربع الطبق نشويات، ربع طبق بروتين. في ناس بتعكس بتزود البروتين، الناس بتاخد تلات ارباع طبق بروتين وتلات ارباع طبق التاني بنزوده حاجات. الخضار للاسف مش معانا، في ناس مش بتاكل خضار خالص للاسف. في ناس ما بتحبش وده على فكره ده. الناس اللي هي بتاكل لحوم كتير وبتقلل خضروات سواء بقى خضار طازه او مطبوخ وكده، دول عرضه بعد كده ان هم يجي لهم سرطان قولون. طب في حاجه ثانيه يا دكتور، في ناس بتاكل خضار وما بتاكلش لحوم خالص. اللي هم بقى يعني الناس اللي هي يعني شويه فيجيتيريان يعني. بالظبط فيجيتيريان بالظبط، ما بياكلوش هي خالص. هي اللحوم طبعا فيها حاجات، هو طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نمشي على حاجه وحاجه لا، او ان كل الانظمه دي يعني معظمها بيبقى فيها خلل، والكيتو والحاجات دي كلها كل ده بالظبط ما ده انا بتكلم فيه، بيعمل مشاكل كتير بعد كده. الفكره ان انا اشوف ده يناسبني الاول ولا لا. اللي يعمل لي النظام يبقى حد متخصص ويفهم حالتي كويس ويعرف انا ايه الحاجات اللي انا ممكن اكلها تسبب لي مشاكل. وكمان لو انا باخد ادويه المفروض ان هو الشخص ده او الاخصائي ده بيبقى عارف ان في ادويه ممكن تحصل تداخل بينها وبين الاكل اللي انا النظام اللي هو يعمله لي. فكل الحاجات دي كلها لازم يعني نخلي بالنا منها. يعني ان هي طبعا بتعمل مشاكل كتير واحنا ما بنحسش بيها، اكيد ما بنعتقدش ان هي دي. لا هو ده مشكله، لا هو ده فعلا بيعمل مشاكل في جسم الانسان من جوه احنا ما بنبقاش حاسين بيها اصلا مش عارفينها. بالظبط. دي نقطة. تاني نقطة بالنسبة اللي هي الاتصال اللي كان من شوية، هي طبعا زادت كتير قوي. هي لازم تشوف هي كانت ايه العناصر اللي كانت بتركب. كيلو يا دكتور يعني هي ممكن مرة. يكون وزنها معظم الوزن اللي هي زادته دوت عبارة عن مية زايدة او املاح زايدة عن حاجة الجسم، مش دهون يعني. ممكن يعني نشوف بقى هي كانت نظامها ايه اصلا، او كانت بتمشي على ايه، او كان ايه نوع الدايت اللي هي كانت بتعمله. هي كانت المفروض تقول لنا يعني، او كانت ماشية على الرجيم شكله ايه او كده، لان الحاجات دي بتفرق. لو انا عندي نسبه الميه عاليه في جسمي فده طبعا اللي هو بنسميه احتباس سوائل، فطبعا لازم ان انا اخد حاجات انها تنزل الميه دي كلها زي البقدونس والقرفس والشعير والحاجات دي. بس لازم اخلي بالي ان انا لو مريت ضغط الحاجات دي بتوطي الضغط جدا. اكيد. تمام. فلازم تعمل حاجه تانية عشان يبقى في تناسب بين. بالظبط. دي نقطه. لو هي نسبه الدهون عندها اكتر طبعا هي تعمل تحليل كوليسترول ودهون ثلاثيه ونشوف المشكله في ايه. بيبدا بقى اخصائي التغذيه يعمل لها نظام ان هو ينزل الحاجات دي، يعني يظبط يعني النسب دي اللي هي نسبه الدهون ونسبه الميه. يعني بيجي لنا ناس كتير على فكره عندها نقص كمان في عضلات جسمها او ونقص في كثافه عظمها كمان يعني. فلازم ان احنا بنظبط كل النسب دي كلها، لازم النسب دي كلها يحصل فيها توازن. لازم يعني شوف انا اشوف انا تخني ده عباره عن ايه. لازم الاول ده يحصل. طب هناخد اتصال يا دكتور. اتفضل. استاذ احمد. الو.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اسال الدكتوره فرج على اسمك. اتفضل دكتوره ناديه مع حضرتك. طيب يا دكتوره، انا سني 34 سنه، طولي 170 ووزني 68 كيلو. بالظبط من السنه اللي ورا بطني وطول ما انا جعان داخله لجوه شويه، اشبع تبقى بمستوى الجسم. حاليا وانا جعان زياده عن مستوى الجسم، لما اشبع تبقى زياده خالص. تمام. بس عايز اعرف ده ايه، احاول انزل الكرش ده ازاي، او ده كرش ولا مش كرش؟ تمام. هو يعني معلش يا استاذ احمد، يعني هو الكرش ده بيظهر لما بتاكل؟ لما بتاكل بس. بس وده طبيعي اصلا يعني. لا، بقول لحضرتك، وانا لسه ما اكلتش. البطن زياده عن مستوى الجسم، حاجه بسيطه غير الاول. تمام. بعد الاكل بتبقى زياده اكتر. تمام تمام. طيب حضرتك انت اللايف ستايل بتاعك عباره عن ايه؟ يعني انت بتاكل يعني انت حضرتك بتشتغل ايه، او وجودك في البيت مستمر ولا بره على طول يعني؟ لا انا بره، انا طيب بتتحرك كتير؟ بتتحرك كتير ولا معظم يعني؟ هو عنده محل ادوات كهربائيه، يعني قاعد على طول على المكتب؟ قاعد على المكتب لا مثلا؟ لا، في حركه، في حركه. يعني حضرتك بتتحرك، بتمشي، بتروح مشاوير كده؟ ايوه طبعا. يعني مش قاعد على مكتب، يعني مش قاعد في المحل 24 ساعه؟ لا، عم اتحرك، بيع وشراء كده. تمام. طب استاذ احمد، هو انت عملت دايت قبل كده او حاجه، ولا انت عمرك ما عملت دايت؟ لا انا ما عملتش بصراحه، انا لسه مكتشف الموضوع ده من كام شهر. بقاله قد ايه اكتشفت؟ بقالك قد ايه؟ هو دي له فتره، بس انا انتبهت ليه من كام شهر، حوالي شهرين ثلاثه. تمام. طب انت بتاخد ادويه لحاجه مثلا؟ قولون، ضغط، سكر، اي حاجه؟ كان عندي من شهر ميكروب حلزوني واتعالجت منه. جرثومة المعده بالظبط. تمام. طيب هسأله بس سؤال. طيب حضرتك الدكتور هتسألك سؤال يا استاذ احمد. دكتوره ناديه، حضرتك الوجبه الرئيسيه بتاعتك بتاخدها امتى؟ نعم، الوجبه الرئيسيه بتاعتك بتاخدها امتى؟ الصبح الساعه 10. لا لا، الغدا الفطار. الغدا بقى، الغدا بتاكله الساعه كام يا عم استاذ احمد؟ الغدا في المغرب، بس مش عم اتعشى، على 6 7 مثلا كده. بالظبط، بس مفيش عشاء. طب الفتره ما بين الفطار والغدا، يعني انت بتفطر الساعه كام اصلا؟ نعم، بتفطر بين الفطار والغدا حضرتك بتاكل اي حاجه في النص مثلا؟ لا خالص خالص. تاكل اكل من بره كتير؟ لا، كله اكل البيت. يعني انت في الاكل بيجي لك، يعني لو انت طول النهار في المحل الاكل بيجي لك من البيت؟ لا، انا عم اروح ساعات الغدا الغدا وارجع. تمام ماشي ماشي. بتتعشى يا استاذ احمد؟ لا خالص. تمام ماشي يا استاذ احمد. طيب الدكتور هترد على حضرتك حالا اهو. شكرا على اتصالك، وخليك معانا عشان تعرف الدكتور هتقول لك ايه. شكرا على اتصالك يا استاذ احمد. هو طبعا بيفطر الصبح، بيقعد فتره طويله بيجوع نفسه من 10 ل 7، ويجي بقى ايه يطلع الوحش بالليل زي ما بيقول بالظبط. بعد الساعه 7 بالليل بعد ما بيروح بقى بياكل طبعا. طبعا دي الفتره اللي بعد المغرب، دي احنا بنسميها اللي هو طبعا هو بياكل اكيد الوجبه بتاعته فيها نشويات وكده، فطبعا بيبقى معدل التمثيل الغذائي الحاجات دي بيبقى قليل في الفتره اللي هي بعد المغرب. طول ما انا الصبح وشغال، هو عشان كده احنا بنقول مواعيد الاكل مهمه طبعا. لازم نفطر، يعني فطرنا قبل 10، غدانا قبل مثلا الغدا بتاعنا يبقى قبل الساعه 5، يعني لحد الساعه 5 ممكن. بعد المغرب انا بقطع بقى الحاجات دي كلها، وبخليه يفضل بقى الزبادي، الفاكهه، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. لكن يعني لو جاع ياكل فاكهه او ياكل خضار مثلا. هو اصلا لو نظم لو نظمنا مواعيد وجباتنا كده، اللي هو 3 وجبات رئيسيه في مواعيدهم، وفي النص مثلا ممكن اخد سناكس مثلا مكسرات، فواكه، عصير، حاجات من دي، او خضروات مثلا، هي كده تمام. مش هضطر ان انا ايه اللي هو الوحش يطلع بالليل بقى وياكل والحاجات دي كلها. طيب وللاسف مهما بياكلوا بيفضلوا جعانين. لا لا خالص. طب موضوع معدته اللي بتبقى كبيره شويه قبل ما ياكل، هو بيقول لك بقى له فتره هو بقى له فتره علشان هو بياكل في اللي هي الفتره اللي هي بعد المغرب، فطبعا بيتخزن طبعا ده كله في البطن يعني. وكمان مجوع نفسه، فكل الاكل اللي هو اكله خلاص يعني. يعني ملوش حل بعد فتره التجويع، ينظم وقت اكله بس، مش اكتر من كده. لازم ينظم وقت اكله بس، ما يعني ما فيش مشكله ولا في اي حاجه، يعني ما يضطرش يروح لدكتور او كده يعني. هو بقى طبعا لو عايز يروح مثلا اخصائي تغذيه يظبط له المواعيد ويظبط له اصناف الاكل، وممكن يدخلها لو هو مثلا مضطر. يعني في ناس بيبقى مثلا اليوم بتاعها مقلوب شويه، هو فطره مثلا العصر او كده، ده طبعا بيبقى فيه انظمه مناسبه للكلام ده، فهو ممكن يقعد مع اخصائي التغذيه طبعا، هيفهم طبعا تفاصيل حالته كلها وكده، وبناء عليه يحط له النظام المناسب. طب نرجع بقى لموضوعنا اللي هي التغذيه الخاطئه في حياتنا. احنا قلنا الطبق المثالي. تمام. طب احنا هناخد ام احمد وبعدين نرجع نكمل حديثنا. ام احمد الو؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا عندي القولون. الايه؟ القولون. القولون. اتفضلي اتفضلي يا ام احمد كملي اتفضلي. القولون عندي القولون. وعندي جرثومه المعده. وعندي جرثومه المعده. عايزه اعرف الاكاسيد اللي ما تتعبنيش. ده سؤال. تاني سؤال. معلش عايزه ايه؟ الاكلات اللي هي ما تتعبهاش. الاكلات يعني اللي ما تتعبهاش تتجنبها اثناء ال. كملي يا ام احمد. والسؤال الثاني عايزه اعرف الصوم المتقطع طريقته ازاي عشان انزل الوزن. الايه؟ الصيام المتقطع. الصيام المتقطع. ايوه. حاضر يا فندم. في اي اسئله ثاني يا ام؟ شكرا بس لا تجاوبني انا واسمعك التلفزيون. طيب خليكي معانا دلوقتي تابعي الحلقه والدكتور هترد عليكي حالا. شكرا على اتصالك يا ام احمد. اتفضلي يا دكتوره. عندها قولون وجرثومه المعده. قولون وجرثومه. عايزه الاكلات طبعا منتشرين جدا. طبعا احنا لسه من شويه قايلين ان الناس اللي هي بتكتر اللحوم في اكلها وبتمنع كمان في نفس الوقت او بتقلل الخضروات طبعا دي عرضه ان هم يجي لهم سرطان قولون بعد كده. من النقطه دي بقى هنتكلم ان القولون طبعا انا يعني بقلل الحاجات اللي هي ممكن تهيج القولون او تسبب ان هو يتعب. الحاجات المسبكات بالظبط الحاجات اللي هي الشطه وبرده الثوم والحاجات دي كلها ومعظم الحاجات الاكل بتاع بره ده يعني نمنعه تماما. تمام. تهتم مثلا باكل الخضروات اللي هي مثلا لو قلنا مثلا خيار هتقشره. الحاجات اللي هي الالياف اللي هي بتهيج القولون هنبعد عنها طبعا. تمام. وهتهتم جدا 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 بشرب الميه. تشرب ميه كتير. ده لازم ودايما انا يعني حتى للحالات اللي عندي بقول لهم ده مهم للقولون ومهم للجرثومه المعده. الحالات اللي عندي بقول لهم دايما يا جماعه نشرب كلنا خضار مثلا ني او كلنا فاكهه هي فيها الياف كتير فانا لازم اشرب كتير ميه بعدها لان هي حتى علشان ما يعني ايه ما تسبناش امساك ده احنا عايزين بالعكس هي تسهل حركه القولون والامعاء وتبقى الدنيا تمام لان هي مهمه جدا الميه بعد الالياف لازم. تمام. يعني لو كلت اي فاكهه اي خضار لازم كلنا طيبها. لازم نعمل كده. تمام. تمام مش بس الشخص اللي بيخسس هي طبعا مع اللي بيخسسه هتعمل لهم ليه ايه زي هتشبعهم فتره طويله لكن معانا احنا مع الناس العاديه لازم كلنا نعمل كده عشان حركه القولون عشان يبقى وقايه من كل الامراض اللي بتجيلنا في القولون والمعده. طب يا دكتور ده يخص القولون وجرثومه المعده. جرثومه المعده انا تمام. هبعد عن الثوم هبعد عن الحاجات اللي هي الموالح والحاجات الحمضيه. تمام. الحاجات الحمضيه هبعد عن الحاجات اللي هي الشطه والحاجات دي كلها لانها السبايسي والمسبكات بالظبط لان انا بتعمل الاكل مش اكتر ان هي لو مثلا شخص في الجرثومه خلاص حصل قرحه او حاجات من دي هبعد عن الكلام ده. في بقى بعض الدراسات قالت ان انا ممكن استخدم الحاجات اللي هي شويه ممكن تعمل التئام في جدار المعده اللي حصل له تاكل او قرحه. تمام. في حاله الجرثومه اللي هي المراحل بقى المتقدمه منها يعني ممكن انا نهتم مثلا اللي هو بيوم ياخدوا الصمغ العربي مثلا دي دراسه طلعت قالت كده إيه بس لسه مش مؤكده يعني. الصمغ العربي ده عشبه يعني انا بنتحط على الميه طبعا بيستخدموها اكتر في الحاجات اللي هي بتسد الشهيه وكده لان هو عباره برضو عن الياف بتنزل المعده بتملى المعده بتحسسني فتره طويله بالشبع لكن هي في حاله الجرثومه هي وقالوا ان هي بتبطن جدار المعده بالظبط كده بالظبط فيعني هي طبعا هي الدراسه دي لسه يعني مش مؤكده قوي بس هي ناس كتير طلعت قالت الكلام ده. طيب دراسات كتير اتكلمت على الموضوع. ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامه. استاذ محمد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حضرتك دلوقتي يا دكتوره انا ان شاء الله ليا يعني بشرب في اليوم حوالي 4 لتر ميه او 5 لتر ميه. تمام. والصبح بجيب كوبايه ليمون على كمون بغليهم تعريق وبشربهم عريق مع طاسه توم. تمام اتفضل كمل. مع طاسه توم. تمام. وبعدها طبعا بفطر مثلا على الساعه 10 بفطر على الساعه 10 كده ببايه ومعاها خياره طماطم اي حاجه خضراء يعني. تمام. وباجي على الساعه 5 كده او 4 بجيب مثلا سمكيه مكاريل تبقى مشويه رده وده غدايا بيبقى برضك جنبيه برضك قرن فلفل حراق وجرجير وبقدونس وكده وعن كده بقى ما باكلش اي حاجه بقى اليوم كله بيبقى ميه وكده وشاي اخضر وكده فالنظام ده كويس يعني امشي عليه. معلش محمد سن حضرتك كام سنه؟ انا 36 سنه. 36 سنة. وزن حضرتك قد ايه؟ يعني حوالي 110 تقريبا. وبمشي صحيح بمشي ساعتين ثلاثة برضك في اليوم. حضرتك وزنك 110؟
وبمشي ساعتين ثلاثة في اليوم. والطول حضرتك؟ نعم؟ طول حضرتك كام؟ لا مش عارف الطول بالصراحة يعني. يعني 100 وكام؟ 150 160؟ لا لا معدي معدي يعني طول كويس. 180؟ ممكن ناس ممكن 180. طولك 180 تمام. بتاخد اي ادويه لاي حاجه يعني لاي امراض عند حضرتك؟ ولا اي حاجه. انا ولا اي حاجه ما شاء الله. قدامي يعني دايما بيبقى الميه قدامي على طول على طول ميه. طب معلش يا استاذ احمد، هو مين اللي قال لحضرتك على الوصفه اللي حضرتك قلتها اللي هي من الصبح الكمون والليمون وفص الثوم وبعدين الساعه 10 تفطر وبعدين تتغدى سمكه مكريل مشويه؟ مين اللي قال لحضرتك على النظام الغذائي ده؟ وبعد لا مش شرط مثلا سمكه ماكريلا يعني اي نوع اي نوع سمك بس مشوي صح كده؟ يعني اهم حاجه انا مانع عن جسم السكر عامه. السكر فرنة العيش دي اساسا مقاطعها ما باكلش عيش خالص. تمام فاهماني؟ تمام. بس فانا يعني عايز اعرف ده كويس يعني ينزل من الجسم وكده انا مرتاح لا بجوع ولا باي حاجه والدنيا ماشيه معايا كويس. عايز اشوف الدكتور يعني في حاجه ممكن تساعدني تاني وعلى طول قرفه من غير سكر كله حاجه من غير سكر. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال بس، اللي وجه حضرتك بالكلام ده هل ده استشاره دكتور ولا حضرتك بتعمله من نفسك؟ لا انا من زمان حاجات الطوم دي من زمان يعني لازم رطل ميه على الريق وطوم مع السكر من زمان انا متعود كده. تمام. يعني من سنه سنتين. طب وحضرتك بتخس يعني انت يعني انت النظام اللي قلت عليه ده بتخس بقى ولا يعني انت كان كان وزنك كام وبقيت كام؟ استاذ احمد طيب حاول تكلمنا تاني. شكرا على اتصالك. هو انا شايفه ان هو يعني عامل دكتور يعني عامل دكتور على نفسه يعني هو دكتور. طيب هو بس هو انا يعني انا مش عارفه يعني حتى عمال اقول له في حد قال لحضرتك ان انت تمشي على النظام ده؟ فقال لي لا يعني هو هو طبعا في ناس كتير يعني هو طوله ما شاء الله 180 يعني معدي ووزنه 110 وسنه 36 سنه لسه صغير. هو الفكره ان هو ناس كتير بقى بتجيب وصفات كتير من على النت وتوم وليمون وخل وتتبيله كده يعني فصين توم على الريق كده قال لك عشان الصحه كمان ايه كويسة. يعني بلاقي ناس وقرفه قرفه على جنزبيل يعني قرفه على جنزبيل دي كارثه يعني عشان بس نبقى كلنا عارفين كارثه. يعني انا باخد يعني هو ده مشروب حارق وده مشروب حارق يعني بنسموه كده هي بنسميها مواد حريفه او بتبقى يعني ايه حراقه شويه. احط الاثنين مع بعض شكرا انا كده قرحه معده بقى ده على المدى البعيد يعني. فانا بلاقي ناس بقى بتحط حاجات كتير على بعضها. هو مشروب واحد كفايه هيأدي الغرض تمام لكن يعني انا احط طب وطبعا ليمون على الريق يعني ليمون على الريق وتوم يعني صعب قوي على المعده. لو هو يعني عنده مشاكل في المعده هيزودها يعني لو هو عنده مشاكل في المعده هيزودها جدا. هو بيقول ان هو ما عندوش ما شاء الله اي امراض ولا اي حاجه. في ناس بتحط خل كمان يعني خل يعني ليمون وخل ممكن نحط كلور كمان وتبقى خلصت يعني حاجه كويسه جدا. طب هل اللي هو ماشي عليه ده صح ولا غلط يا دكتور؟ يعني الليمون والثوم مع الصبح على الريق كده هو بص في ناس بتبقى معتقده ان ده بيرفع المناعه او ان انا كده هخس اكتر او ان انا بس هي كلها يعني وصفات يعني ناس بتمشي عليها يعني لكن مش ماشي يعني مش فعاله قوي في التخسيس. بالعكس هي ممكن تعملي بعض المشاكل على المدى البعيد لو انا مشيت عليها فتره طويله زي مثلا يعني ناس بتحصل لها قرحه معده مشاكل في الهضم مشاكل في يعني احنا لسه فتره ان انا ببقى الصبح بدري دي يعني يفضل ان انا ما اخدش مشروبات قوي اللي هي او ما هو مش اي مشروب كده اخده على الريق يعني يعني دكتور يفضل ان الواحد ياخد عصاير على الريق ما ياخدش الا حتى اللبن ما يشربوش. بص يعني حته على الريق دي او عصاير حتى على الريق دي عايزين بس نقول ان احنا بنبقى يعني فتره انا صايم ما اكلتش كتير بقالي يعني فتره لا نمت بقى وصحيت وكده دي كلها المعده قاعده اكتر من ست ساعات ما فيش اكل فيه فما ينفعش ان انا يعني هي لسه مش شغاله عايزه حاجات شغاله بسيطه كده بروتين خفيف زي البيض زي الجبنه زي الحاجات دي مع مثلا خيار وحاجات من دي لكن بلاش بقى اللي هو توم وحاجات حارقه وقرفه يعني بجنزبيل صعب قوي على المعده بالظبط على المعده بالظبط يعني هيأذي المعده جدا يعني. طب دكتور نرجع برضو للنظام الغذائي الخاطئ بتاعنا. احنا عرفنا طبعا بس ما عرفناش الاغذيه الخاطئه اللي احنا بناكلها. احنا قلنا في يعني ايه اللي بناكله خاطئ في حياتنا بيأثر على جسمنا واحنا تمام.
هو معظم الناس يعني، وعلى فكره هو نفسه قال من شويه انا مانع سكر ونشويات، ده غلط جدا على فكره. ما انا ما هي دكتوره عارفه اللي هو بيقعد يقول لك انا اصلا مانع سكر ونشويات وما باكلش عيش خالص. ما احنا قلنا، انا قلت لحضرتك يعني هو المشكله ما فيش وسط. لو انا مشيت باعتدال وتوازن في كل زي حاجه زي ما حضرتك قلتي من شويه، هاخد كفايه النشويات، ربعه نشويات، ربع نشويات وربع بروتين ونص خضار بالظبط. فهو مانع حاجات كتير قوي مش موجوده. هو ما ينفعش ان احنا نمنع، احنا نمنع لما يكون عندنا مشكله ناحيه الحاجه دي. انا كده في الحاله دي امنع، لكن امنع حاجه جسمي محتاجه لا. النشويات هي اللي بنسميها الغذاء بتاع المخ. لو انا منعتها خالص انا هدخل نفسي في مشاكل كتير، زي ان انا مثلا مش مركز، متعصب، متوتر، لان هي بتساعد جدا، هي الغذاء بتاع المخ، السكر ده الغذاء بتاع المخ طبعا. فما ينفعش امنعه خالص، بس اخد كميه قليله، يعني المعدل الطبيعي بتاع السكر البسيط اللي هي معلقه السكر دي معلقتين في اليوم، ما زودش عن كده. بالنسبه للنشويات اخد الاعتدال كده زي ما انا قلت، ربع الطبق بتاعي او ربع الوجبه بتاعتي تمام. دي نقطه. تاني نقطه، انا ما ينفعش ان انا اللي هو امنع خالص، المنع خالص ده احنا قلنا طبعا غلط. برضو الناس اللي بتمنع او بتدخل اللي هو يعني نظام بقى الكيتو اللي هو بياخد 70% اكتر او اكتر من 70% دهون، انا كده ماشي هو هيخس وكل حاجه، بس انا اشوف النظام ده يناسبني ولا لا. صح، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه يا دكتوره. برضو اللي هي من شويه قالت الصيام المتقطع، انا هشوف ده يناسبني اصلا ولا لا. يعني الحاجات دي اتعملت اصلا في الاساس عشان مرضى. يعني الكيتو ده في الاول اتعمل عشان مرضى السكر ومرضى الصرع، هو كان هو مرضى برضو اللي هو يعني لقوا ابحاث كتير بتقول ان هو برضو بيفيد مرضى التوحد. فانا اي الحاجات دي اتعملت عشان الناس دي، الفئات دي اللي المفروض هي خلاص مضطره انها تعمل كده على ناس معينه، لكن مش عامه. ما ينفعش ان انا ابقى شخص طبيعي بالظبط، وان انا يعني طبعا الكيتو بقى دلوقتي يعني ما طبعا ترند يعني فظيع قوي يعني. طب دكتور انا بشكرك جدا جدا جدا، للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه وما كملناش كلامنا ولا حديثنا، بس ان شاء الله لينا حلقات مع بعض جايه باذن الله. بشكرك جدا دكتوره ناديه الفخراني، شكرا لحضرتك، اخصائيه التغذيه العلاجيه، ماجستير التغذيه جامعه المنوفيه، باحث الدكتوراه تغذيه جامعه المنوفيه، عضو الجمعيه الامريكيه للتغذيه العلاجيه. بشكرك جدا جدا، شرفتينا ونورتينا في برنامجنا ستات دوت كوم. انا مبسوطه اكتر ان كنت معاكم النهارده. ميرسي جدا يا دكتور، شرفتينا. بشكركم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، بشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكر مخرجنا الجميل وليد عماره، وبشكركم واشوفكم على خير.